السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنصب على كل اخواتنا حبايبنا في كل مكان. ازيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة استلام الهدية، استلام الهدية. نورنا ادهم النهاردة، تمام. والفرق الحلقة بتاعت النهاردة اللي هو مثلا ايه، كتب المسود شامي، في ناس كاتبة شامي، في ناس كاتبة شامي، تمام. هو فعلا الفرد الحمام مسود شامي، مسود شامي، تمام. في اللي تكتب شامي، ما هو انت مش عارف، في شامي كتير، في هبلة شامي، تمام، في افرنج شامي اللي هو الازرق، فهو ده مسود شامي، ده مسود شامي، تمام. واحنا قلنا اول تعليق، بس اول تعليق جه شامي، بس خدنا ايه تاني تعليق، خدنا تاني ايه تعليق، تمام. ومعانا النهارده ادهم. هو ازيك يا جدعان، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. قول للناس الموضوع يا جدعان، ما كنتش مصدق الموضوع طلع بجد، انا ما كنت مصدق. فهي الامكانيه، يعني مش عايزين برضو، احنا عايزين كل واحد ربنا بيقدره على حاجه، ما يبخلش على الشباب الصغير، ما يبخلش على الشباب الصغير. هي الفكره في كده، عايزين نرفع الروح المعنويه بتاع الشباب الصغير، تمام. واحنا معانا النهارده الشاب الباشا ادهم، استلم الهديه بتاعته النهارده دوت، عشان ما نفكروش كلامنا مش في الفاضي. الحمد لله لو ادي كده كمان مرتين باذن الله هيبقى في حاجات حلوه كتيره. الفكره ان احنا بنعمل الحاجات دي، عايز ارفع روح المعنويه بتاع الشباب الايه الصغيرين، عايز ارفع روح المعنويه بتاع الشباب الصغيرين، فان كل واحد ربنا بيقدره على حاجه يطلع يعملها. يعني اعتبرك فرد حمام واحد مش هيزعلك في حاجة، فرد حمام واحد مش هيزعلك في حاجة، بس بيفرح ناس كتير. هي الفكرة في كده. فاحنا الفرد هنعمل برضه حلقات تانية هدايا بإذن الله، بس اما ايه، في كام حمامة كده هيجهزوا، هنعمل برضه عليهم هدايا. يعني ممكن نجيب فرد حمام معروف ونقول مثلا ايه دي ناقصه ايه، الأشبال الصغيرة ممكن ياخد باله يتكلم يعرف، نديله الفرد الحمام. مش شرط يكون فرد حمام غريب النوع، غريب الشكل، لا، انا مش فارقه معايا، انا عايز مثلا ايه، لو هتكلم اقول لك فرد الكشك ده ناقصه ايه وحاجه واضحه، يبقى انت برضو نفس الحكايه كسبت، ولا ايه زي ما زعلناش حد. فالمعلم ادهم النهارده ياخد الهديه بتاعته، فرج الناس من حالها. الهديه بتاعتك بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا عم لطفي، الله يبارك فيك. فرد اهو يا جدعان، ما تلاقيش حاجه هزار، طلع حقيقه والله بجد اهو. الله يبارك، يعني ما كنتش مصدق والله يا عم لطفي، ربنا يبارك لي. الله يبارك فيك. دي فرد حمام رامي اربع رشات تقريبا، دي رامي اربع رشات، فرد حمام كويس، عظمه محمل، مش فرد حمام هفق ولا حاجه، لا فرد حمام ما شاء الله كويس، والله يبارك له، تمام. واحنا في نفس الوقت وفي نفس الميعاد هنعمل برضه حلقات تانية، وانتظرونا كله فيه جديد بإذن الله. ولو حد محتاج مننا أي حاجة أو أي سؤال يكتب لنا في التعليق. والنهارده اقفل اختم الفيديو. أحلى مسا عليكم. يلا يا باشا.